لو انت موجود في مشيرب فخد من المطعم ده، مطعم الهلال التركي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجه بيعمل الشاورما على الفحم، وعنده مقاسين منها ب 8 ريال وب 14 ريال الكبير، وبيقدم فراخ مسحب ومشاوي وبيقدم معجنات. ولو انت حابب ان انا اروح مره ثانيه واجرب المعجنات يا ريت لو تعرفني تحت في التعليقات. والمطعم موجود على طلبات ورفيق وسنون ودليفرو، وكمان المطعم عنده الدليفر الخاص بيه وبيوصل في محيط 15 كيلو متر حوالين المحل. ده اول مره لان انا اجربه، بس باذن الله مش هتبقى اخر مره. كالعاده ما تنسوش تصلوا على النبي تحت في التعليقات. الاسعار عندهم مناسبه جدا، اسعارهم زي معظم اسعار المطاعم التركي، وده المنيو بتاعهم عشان لو حضراتكم عايزين تعرفوا الاسعار قبل ما تطلبهم. وعندهم قاعده كويسه جدا عباره عن ترابيزات وكراسي، وبسم الله ما شاء الله المحل عليه اقبال. طعم الاكل عندهم كويس جدا، بس طعم الشاورما غير، لان الشاورما المعموله على الفحم بيبقى لها طعم مميز، وبيعملوا السندوتشات على حسب ذوقك وطلبك، لو انت عايز بالصلصه او بالتوميه او حتى بالاثنين مع بعض. الاستاف الموجودين في المطعم معظمهم اطراف، طلبت من عندهم نص فرخه مشويه وطبق مشاوي مشكل وسندوتشين شاورما على الفحم مع طبق مقبلات، وطبعا مع خبز بالصلصه وخبز تركي وعصير مانجا وعصير افوكادو. ونبدا بالخبز التركي اللي الاتراك بيبدعوا في عمايله، بجد بيطلعوه 10 على 10، تاكله حاف مع نص فرخه مسحبه تحس ان فيها البركه، ما شاء الله حجمها كبير، تمسك كده يا معلم وتقول بسم الله. انا بالنسبه لي بحب الفراخ المشويه اعصر عليها ليمون، صراحه بترفع من الطعم بتاعها، بحس ان الطعم بتاعها بيبقى احلى واحلى كمان. انا عن نفسي بعز الفراخ المشويه حتى اكتر من اللحمه المشويه. نقول بسم الله. ويا سلام بقى لو جبت لك حته خبز بالصلصه ومحطتها كده يا معلم مع شويه بصل بالخضره، لا الله ينور، بجد الاكل التركي كالعاده جميل. انا عن نفسي بعشق الخبز بتاعهم اللي بالصلصه، جاي مع الوجبه كميه خبز محترمه جدا اللي هي بالصلصه اللي انا بعشقها. ولو انت بتاكل الخبز خلص منك عادي بتطلب منهم يجيبوا لك تاني. شكل طبق المشاوي يفتح النفس، شكله لوحده حكايه، تمسك طبق المقبلات بايد والايد التانيه تضرب بقى يا حاج. بسم الله. نخش على الشيش طاووق، حجم السيخ كويس جدا ومقبول، عيبه الوحيد ان هو من حلاوته بيخلص بسرعه، يعني يتاكل كده في ثلاث اطماط، بس بجد طعمه جامد. ونخش على الاجنحه اللي في الفتره الاخيره بدات تطلع مع المشاوي، مطاعم كتير جدا بدات تعملها. انا في الاول كنت مفكر ان هم بيعملوها عشان يوفروا في التكلفه، بس بعد كده اما اكلتها طلع ان طعمها جميل جدا، هي يعني ما بيكونش فيها لحم كتير بس بجد طعمها بيكون حلو. ان شاء الله تجربوه باذن الله يعجبكم. انا عن نفسي حبيت اكلهم. ده مطعم الهلال التركي، انا اول مره ليا ان انا اجربه، بس باذن الله مش هتبقى اخر مره. انا خليته عمل لي سندوتش شاورما كمان غير اللي انا اكلته في بدايه الفيديو. اللي انا اكلته في بدايه الفيديو كان سندوتش صاروخ اللي كان سعره 14 ريال، وده الحجم الصغير وسعره 8 ريال، وخليته يعمله بالتوميه بدل الصلصه. ودي مش معناه ان الصلصه وحشه او حاجه، بس حبيت اجرب اطعمه من عنده. ونقول بسم الله. اكيد انتوا شايفين السعاده مرسومه على وشي، لازم تيجي تجرب الاكل من عنده وصدقني مش هتندم. شويه اكل دلع الدلع يا حاج، شويه اكل جوسي لوسي خالص. عندهم قسم خاص للعصائر الفريش، تعال نجرب ونشوف العصائر بتاعتهم هتبقى عامله ايه. طلبت من عندهم عصير مانجا اللي كان سعره 10 ريال، ونقول بسم الله. وجبت من عندهم الافوكادو اللي كان سعره 10 ريال، وكل العصائر عندهم مقاسين، مقاس ب 10 ريال ومقاس ب 15 ريال. ونقول بسم الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعاية وحفظ الله. وكالعاده ما تنسوش تصلوا على النبي تحت في التعليقات. والفتره الجايه لو تحبون ان اجرب اي مكان سياحي او اي مطعم هنا في قطر يا ريت تعرفوني. وبس كده يا صاحبي، واشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.